الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة تؤكد رسميا تغيير موعد مباراة الديربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الى يوم 1 جوان 5 متاع العشية في ملعب حماد العقربي براس مباراة لحساب الجولة الثالثة اياب لمرحلة التتويج. نعطيكم برنامج الجولة هذه باش تلعب في ثلاثة تواريخ الجولة الثالثة اياب لمرحلة التتويج وبدينا نقربوا من نهاية امتاحها. يوم السبت 25 ماي 3:30 في ملعب سوسة نجم الساحلي يستضيف الملعب التونسي. يوم الاحد 26 ماي 5:30 في ملعب مصر بن جنات اتحاد المناصري نادي صفاقسي. ويوم السبت 1 جوان كما قلت 5 متاع العشية في ملعب حماد العقربي برادس مباراة الديربي ديربي العاصمة اللي يجمع النادي الافريقي بالترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لمرحلة تفادي النزول، مكتب الرابطة حدد مواعيد الجولتين الرابعة إياب والخامسة إياب. الجولة الرابعة إياب يوم الأربعاء 22 ماي 3:30 انطلاقة كل المقابلات في الملعب البلدي بسليمان مستقبل سليمان مستقبل مرسى في ملعب نجيب الخطاب اتحاد الطويني واجه الاتحاد الرياضي ببن قردان. دفعة الثانية متاع الجولة الرابعة إياب مبرمجين يوم الخميس 23 ماي أيضا ما 3:30 في ملعب 15 أكتوبر نادي البنزرتي قوافل قفصة في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يستضيف الأولمبي الباجي. بالنسبة للجولة الخامسة لمرحلة تفادي النزول باش تلعبوا في يوم واحد يوم الأحد 26 ماي ما 3:30 انطلاقة كل المواجهات في المرسى في ملعب عبد العزيز الشتيوي مستقبل مرسى يستضيف الأولمبي البيجي. في الملعب البلدي بسليمان مستقبل سليمان يستضيف نادي البنزرتي. في معشب قفصر قوافل يستضيف اتحاد تطاوين في الصناعي بن قردان اتحاد بن قردان يستضيف النجم الرياضي المتلوي. أيضا الرابطة الثانية نعطيكم برنامج نهاية الأسبوع القادم من خلال منافسات الجولة العاشرة إياب. كل مواجهة تنطلق ماضي 3:30 يوم السبت 25 ماي في المجموعة الثانية مستقبل رجيش يواجه ترجي جرجيس. مستقبل سبورتيك المكنين أمل جربة محيط قرقنة يلاقي نادي نصر جنمة. الملعب الجابسي هلال الشابة أمل الرقبة مكان المهدية. أولمبيك مدنين مستقبل جابس أولمبيك سيدي بوزيد معفى في هذه الجولة. في المجموعة الأولى نجم الراتسي معفى في هذه الجولة. بقية المقابلات تلعبوا يوم الأحد جمعية ريانا سبورتينج بن عروس نادي حمام في لاقي هلال مساكن أمل حمام سوسة شبيبة العمران. القلعة الرياضية مستقبل وادي ليج. جندوبة الرياضية الشبيبة القروانية ومرجنة برقة يستضيف النادي القربي.